أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا، ويدشن المرحلة الأولى لمشاريع دعم الشباب. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت توجه بإنزال مناقصات عامة 23 مشروعا جديدا بأكثر من 4 مليون دولار. وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على نشاط مؤسسة موالي البحر العربي بالمكلا. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني قرارا بتشكيل لجنة لإزالة الاعتداءات ومكافحة العشوائيات والحفاظ على المصالح العامة برئاسة العميد ركن عبد الله باكوبن. وتضم اللجنة في عضويتها مندوبا من مكتب وزارة الشؤون القانونية والإدارة العامة للأمن والشرطة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق والشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية. وحدد القرار الذي حمل رقم 55 للعام الجاري بأن تباشر اللجنة أعمالها في الإزالة بعد مراجعة كافة المخططات والمسوحات المعتمدة واتخاذ إجراءات الضبط والمخالفة وإشعار كافة المعتدين، وفي حالة وقوع بناء عشوائي في إطار المخالفة والاعتداء يحق للجنة إزالتها ما لم تكن متكاملة ومسكونة، ويتم عرضها حينئذ إلى نيابة المخالفات لاستصدار أمر إزالة، وتقوم اللجنة بإشراك مندوبين من المديريات في قوامها عند مباشرة عملها في تلك المديريات. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحصني رئيس لجنة الوقود المهندس مانع بن يمين وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ نجيب حمد للإطلاع على سير منحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية. وأشاد محافظ حضرموت بجهود لجنة الوقود والبرنامج السعودي والتي أسهمت بشكل فاعل وملموس في استمرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، متقدما بخالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما قدموه من دعم سخي في توفير منحة الوقود لمحطات الكهرباء في سياق دعمهم المتواصل لحضرموت والوطن، متمنياً أن يتم تمديد المنحة واستمرارها للتخفيف عن المواطنين في حضرموت خلال فصل الصيف القادم. وأكد محافظ حضرموت خلال اللقاء على استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات لمكتب البرنامج السعودي ومنحة الوقود، لافتاً إلى أن العمل جاري لتفعيل الحساب المشترك الخاص بالمنحة في حضرموت. من جانبهما أشاد رئيس لجنة الوقود وممثل البرنامج السعودي بمستوى الالتزام بشروط المنحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتعاون كافة الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء مع اللجنة والبرنامج السعودي. رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني اليوم بالمكلا توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا. وأكد محافظ حضرموت أهمية الشراكة المجتمعية لمكافحة الفساد انطلاقا من المسؤولية الجماعية في المجتمع لمكافحته، مجددا دعم ومباركة السلطة المحلية للجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وتقضي مذكرة التفاهم بتنظيم محاضرات توعوية
وجلسات استماع للجمهور والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة تعنى بمفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ومخاطر الفساد المالي والإداري، وإقامة أنشطة وورش عمل ولقاءات تشاورية للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية لإعداد برامج توعوية وندوات حول مفهوم الحكم الرشيد ومخاطر الفساد وتكريس الخطاب الإرشادي الرافض للفساد ومكافحته. دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني اليوم بالمكلا المرحلة الأولى للتمويل المشاريع الشبابية لصندوق دعم الشباب لعدد 60 مشروعا، والتي تم قبولها في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية لعدد من الشباب في مختلف مديريات المحافظة بكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون ريال. وقام محافظ حضرموت بتوزيع شيكات القروض المعتمدة للشباب الذين تم استكمال إجراءات مشاريعهم ضمن المرحلة الأولى والبالغة 6 مشاريع بكلفة 18 مليون و900 ألف ريال في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية ستواصل دعمها للشباب حرصا منها على السير بشكل متوازن لتنمية جميع القطاعات، وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق الخطوات والجدوى الاقتصادية المعتمدة والتركيز على الانضباط والإدارة المثلى للمشاريع. ورعى محافظ حضرموت عقب ذلك توقيع اتفاقية محفظة لدعم الشباب عبر برنامج الريان للتمويل التابع لجمعية النهضة بوادي حضرموت بين الصندوق والبرنامج للإسهاب في توفير فرص عمل للشباب ومشاريع مدرة للدخل وتحسين مستواهم المعيشي وإكسابهم مهارات جديدة في سوق العمل. وجهت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بسرعة إنزال مناقصات عامة ل23 مشروعا تنمويا جديدا في وادي حضرموت ممولة من حصة الوادي من نسبة مبيعات النفط. وقالت السلطة المحلية في اجتماع لها مع لجنة المشاريع أنها ستعمل على تحقيق أقصى استفادة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات التربية والتعليم بجميع مراحله والصحة والمياه والكهرباء والطرقات والسلطة المحلية والثقافة والشباب والرياضة، مشددة على أهمية التوزيع العادل في المشاريع بين القطاعات ذات الأهمية وبتوزيع عادل بين المديريات. وأضافت إلى أنها اعتمدت أكثر من 70 مشروعا تنمويا ذات الأولوية في المديريات، مشيرا إلى أن هذه الدفعة والمتمثلة ب 23 مشروعا تمثل مرحلة أولى على أن يتم إنزال مناقصات للمشاريع الأخرى بعد اكتمال الإجراءات الفنية، مشددا على أهمية تعاون كل مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمجتمع في سبيل تنفيذ هذه المشاريع للاستفادة منها. أكدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت استعدادها لتقديم مزيد من التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في مناطق الوادي وخاصة في قطاع الصحة لاستفادة كافة أفراد المجتمع منه. وأوضح ممثل منظمة هاد للعون الإنساني الدولي الدكتور التجاني عمر طبيعة تدخلات المنظمة في 5 مديريات من وادي تريم وسيئون وسا وحجر الصيعر ورماه والمتمثلة في فتح وحدات صحية في المواقع السكنية التي تبعد عن المرافق الصحية الرئيسية من خلال دعمها بالكادر الطبي والأدوية والتجهيزات والمعدات والمقرات لتقديم خدمات صحية على مدى عام ونصف. وكان مكتب وزارة الصحة والسكان قد قام بالترتيبات اللازمة لإنجاح مشروع المنظمة، واختتم اللقاء بتكريم السلطة المحلية بالوادي لممثل منظمة هاد بمجسم تذكاري لأحد القصور التاريخية بالوادي.
ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم الإجراءات التنفيذية لنقل سوق بيع القات إلى موقع جديد خارج مدينة سيئون. وكلفت السلطة المحلية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء بتسليم الموقع الذي تم تحديده بجوار السوق المركزي لبيع الخضار لصندوق النظافة والتحسين، ليقوم الأخير والمختصين بالصندوق بالبدء في تسوير الموقع، لتتم على إثر ذلك عملية نقل سوق القات بشكل عاجل وسريع. استقبل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي بميناء المكلا الأستاذ فؤاد الرباكي مدير إدارة الإمداد والمشتريات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سليمان الحزيمي ومنسق الشحن والإمداد بالبرنامج عبد العزيز الجعيد. وطاف الرباكي بالوفد في أرصفة وساحات ميناء المكلا ليطلعهم على نشاط والتجهيزات وإمكانيات الميناء وحركة السفن الخشبية التي تبحر إلى جزيرة سقطرى. بدوره أبدى الوفد السعودي استعداد البرنامج لتسيير إمدادات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى بالميناء المكلا. وعقب ذلك ناقش اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي بحضور الوفد الزائر ومدراء الإدارات في المؤسسة والوكلاء الملاحيون جملة من التحديات التي تواجه نشاط الميناء وتعزيز الميناء بقاطرة الرفاص البحرية لضمان استمرارية العمل الملاحي. وأوضح المختصون الفنيون بالمؤسسة أهمية تزويد الميناء بقاطرة بحرية ثانية تعزز النشاط أثناء المناوبات والإرشاد والترصيف للبواخر والمواصفات الفنية المطلوبة التي تناسب خصائص العمل الملاحي في الميناء. وأعرب الوفد عن سعادته لزيارة الميناء واعدا بالتواصل والتنسيق والاهتمام بتحسين إمكانيات الميناء والسعي لتقديم الدعم المطلوب. وجه مدير عام شركة النفط بالوادي عبد الرحمن بلفاس خطاب بإيقاف تموين أسطول الطائرات للخطوط الجوية اليمنية التي يتم تموينها بمادة التربين عبر وحدة تموين الطائرات بمطار سيئون الدولي. وأشار الخطاب إلى أن عملية إيقاف التموين تأتي لعدم سداد أي مبالغ للشركة مقابل المحروقات ولتراكم المديونية على الخطوط الجوية اليمنية، وأن فرع الشركة بالوادي يقوم بشراء المحروقات من شركة النفط بعدن ومطالبة شركة عدن الوادي بتسديد ما عليها من ديون. هذا وقد بعثت شركة النفط بالوادي إلى الخطوط الجوية اليمنية عدة خطابات للإسراع بسداد التزامات الشركة ولضمان استمرارية التموين. وبدوره دعا مدير الخطوط الجوية اليمنية بسيئون إلى الإسراع في تسديد المديونية دفعة واحدة لاستمرارية التموين للأسطول الجوي، وإلا فإن الشركة ستضطر إلى إيقاف التموين على الطائرات ابتداء من يوم الثلاثاء 29 من يناير الجاري. أوضحت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت ما تداولته مؤخرا بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول طفح مجاري الصرف الصحي بمدينة المكلا. ونفت المؤسسة المحلية في بيان لها على حساب الفيسبوك موجهة للرأي العام والمواطنين أي مجاري صرف صحي تصب في مياه خور المكلا، مشيرة إلى أن الطفح المتكرر هو نبع لمياه الأمطار المتجمعة من وادي الغليلة وسقم. وذكر البيان أن الصورة المتداولة هو عبارة خط لمجاري تصريف منطقة الديس أسفل الجسر الصيني وبعد نزول فريق الصيانة والطوارئ لشبكات الصرف الصحي، إذ وجد بداخلها إطارات سيارات. من جهة أخرى أوضحت المؤسسة أن أسباب تأخر معالجة الطفح وانسدادات المجاري بحي النصر بالشرج هو خروج جاهزية سيارات فك الانسدادات عن الخدمة، لافتا إلى أن الموقع كان ضيقا ومزدحم بالمرور، وهو ما دفع عمال الطوارئ للعمل ليلا حتى تمت معالجة الانسدادات وسحب المجاري للشوارع،
منوها للمواطنين بأن لا يكونوا ضمن مسببات الانسداد بعدم رمي المخلفات في خطوط الصرف الصحي وحول البحيرة العميقة التي وصفها بعض نشطاء التواصل الاجتماعي في منطقة الغليلة. قالت المؤسسة أن الخط الرئيسي الناقل للمنطقة وجزء كبير من وحدة سامي تم ردمه بالكامل من أحد الأشخاص، وتسببت هذه الخطوة العشوائية بانسداد الغرف ودفن الخط الرئيسي مع الغرف، مما جعل صعوبة في التعرف على معالم ومواقع الغرف. وأضافت إلى أن المؤسسة عاكفة على بذل جهد لمعالجة الموضوع وفك الانسدادات ولو بشكل جزئي لاستمرار تدفق المجاري إلى أن يتم الفصل في القضية من قبل الجهات المعنية ورفع المخلفات وإيضاح وتبيين موقع الغرف وخط المجاري. أشاد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة الأستاذ عبد الله بعكيم عبيد والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الأستاذ وليد مهدي بعمل مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت وما حققه من نجاحات. جرى ذلك خلال لقائهما بالمدير العام للمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد البحوم الذي أطلعهما على نشاط المكتب وخطة عمله للعام الجاري. من جانبهما أكدا المدير العام لمكتب وزير الثقافة والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية على ضرورة تقديم الدعم اللازم لمكتب الثقافة بالساحل لتنفيذ الفعاليات والنشاطات المرسومة خلال هذا العام. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الشحر في دورته الاعتيادية الأولى لشهر يناير من العام الجاري برئاسة مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيغ الخطة الاستثمارية ومشروع التنمية للعام الجاري وتقارير نشاط لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك ونشاط ميناء الشحر. وناقش الاجتماع المحضر السابق وما تم تنفيذه من قرارات وتكاليف وسعي السلطة لاستكمال عدد من المشاريع المتعثرة والاهتمام بالمكاتب التنفيذية وتوفير احتياجاتها وكذا استئناف العمل في بعض المشاريع المتعثرة منها مشروع مجاري بن جوبان ومصبعين. وأكد مدير عام مديرية الشحر على اعتماد استكمال مشروع سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الشحر بتمويل من المحافظة وموافقة السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ مشروع الخط الناقل لمياه الشحر الذي سينفذ في فبراير. وخرج الاجتماع بالإشادة بجهود لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك وإعادة النظر في النشاط السمكي والأوعية المالية المتعلقة بميناء الشحر وتطويرها. واختتم الاجتماع بتكريم لجنة حماية المستهلك لجهودها المضنية خلال العام المنصرم. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 650 سلة غذائية تزن 48 طنا للمتضررين بمديرية الريدة الشرقية يستفيد منها نحو 4000 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز لليمن، ويعد توزيع السلل الغذائية في الريدة الشرقية من إجمالي المخصص لعدة محافظات يمنية والبالغ 170,102 سلة غذائية. انتهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حفر 6 أبار ارتوازية وربطها بخط ضخ المياه الرئيسي إلى جانب تركيب وحدات ضخ وتنفيذ تمديدات لتصل إلى المواقع المستهدفة في المناطق والقرى المستفيدة في المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع حفر الآبار التي تنفذه الهيئة لتوفير المياه النقية للمواطنين في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة لتخفيف معاناة المواطنين جراء الوضع الراهن الذي تعيشه بلادهم. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إشرافها المباشر على مراحل تنفيذ مشاريع حفر الآبار
وتكثف جهودها لإنجاز 18 مشروعا لحفر آبار عميقة بصحراء حضرموت لتوفير المياه الصالحة للشرب في مختلف المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت التي تعاني من شحة في المياه نظرا لموجة الجفاف القاسية التي ضربتها خلال السنوات الماضية. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا، ويدشن المرحلة الأولى لمشاريع دعم الشباب. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت توجه بإنزال مناقصات عامة ل23 مشروعا جديدا بأكثر من 4 مليون دولار. وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على نشاط مؤسسة موالي البحر العربي بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.